ايه هي الموهبه اللي عندك؟ نتكلم بسرعه. وانتي؟ بنتكلم بسرعه جدا. امسكي المايك. تعالوا مع بعض. ايه سامي عامل ايه؟ الحمد لله. تعالي انت اخبار؟ الحمد لله. عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ الحمد لله تمام. هل ليك؟ هل ليك تمام؟ عملتي رقمتين في اليوتيوب؟ مش فاكره والله. انا عملتها جد والله. والله العظيم. عملتي ايه؟ عملتها لي. ايه؟ ليه؟ ليه؟ يعني حسيتها كده جد والله. والله العظيم. ايه بتضحك ليه؟ بتضحك ليه بجد؟ والله مش عارفه. بصوا يا بنتي ده كده شويه في ايه؟ الناس احنا في الشارع. ايه يا ماما؟ مش اسلوب تعمل ده خالص. ايه علي؟ بيه يا سامي؟ ليه؟ انت جيتي امتى؟ انت جيتي امتى علي؟ دي موهبة ولا تخلف؟ انا كنت حاسة والله كنت حاسة. ايه تخلف بصراحة؟ موهبة ولا تخلف؟ الموهبة الحقيقية بقى. احنا فنون جميلة يعني لازم عندنا مواهب كتير. اصل احنا بنعمل كل حاجة مع بعض. وانا مش باين. في حد يفهمكو؟ لا احنا بس. انا صدعت والله وانا اللي بيبقى بيضحك بس بصراحة. يعني مش عارفه بقى هم بيضحكوا على ايه بالظبط بس طب يعني التقليد ده ممكن نسميه ايه طيب؟ مش عارفه اسميه ايه بجد. اللي انتوا عملتوه ده ممكن نسميه ايه؟ بص هقول لك. سميه ملوش اسم بس من غير سبيس بقى. ملوش اسم ايه سبيس كده نسميه ايه بقى؟ والله فكره حلوه. قول مصر. والله تخيل كمان. والله زين بصوا بجد والله الشتم اقسم بالله ده تخلف رسمي. بس جدا العفو بس جدا العفو.